بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله يعني إبطال مجموعة من الأسحار مرشوشة في بيت من البيوت، والحمد لله يعني الآن محاولة إبطال كل هذه الأسحار التي رشوها لهذا البيت من أجل يعني الفتنة والتفريق والتشتيت. وهذا البيت يعني هو لعائلة من عائلة المسلمين، انظروا إليه، يعني بيت يعني سبحان الله كله مرشوش بالسحر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا بيت الابن، يعني سبحان الله يؤتته من أجل الزواج. انظروا هذا البيت، يعني الابن قد أتته لأجل الزواج. انظروا زواج، كل شيء يعني هنا جديد، يوحي بالأفراح ويوحي بالجمال ويوحي بأشياء جميلة. لكن سبحان الله من المسلمين ما هو حاسد، وأرادوا أن يعني حسدوهم في هذا الخير وهذا الرزق، فرشوا البيت كله بالأسحار، مما اضطر هذا الشاب الذي كان يؤتث هذا البيت إلى الخروج من البيت وعدم الرجعة إليه. تصوروا يعود إلى يعني بجوار البيت، ولكن لا يمكن أن يدخل منزله، يعني وهذا من عمل السحر والشعوذة والشياطين. والآن الحمد لله يعني نبطل هذه الأسحار كلها لنصرة المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.